بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، نلتقي النهاردة إن شاء الله في المحاضرة الثانية في الكينجدم كرومو الفيولاتا الكلاس أوميسيتس، أو الفطريات اللي احنا بنسميها الفطريات اللي هي البيضية. موستلي آر أكواتيك، سام سابلونجيالز أند برونو سبوراليز جرو إن سويل أند سام برونو سبوراليز اتاك شوتس اوف تريستيريا بلانتس. يعني منها امراض فطريات ممرضه، ومنها فطريات بتعيش في التربه، ومنها بيعيش في براكش ووتر وفي مناطق متعدده، ومنها في الفريش ووتر. السيل وول مينلي اوف سيلولوز. ولكن بعض العلماء قالوا ان فطر زي الابودو اكليا اللي هو تبع الليبتوميتاليز، وجدوا ان فيه بعض الكيتين والسيلولوز. In most oomycetes, only small amount of cellulose are present, but the principal component is or are glucans. اللي هي بتتميز بوجود الروابط بيتا 1 3 and بيتا 1 6 glucosidic linkages. Alright. Fusion between female oosphere and male Anthrozoids اللي هو الفيميل جميت والميل جميت بيكون لي thick walled resting structure بنسميه الأوسبور. والأوسبور لما بتتحسن الظروف ده بتعتبر resting stage في favorable condition germinate by germ tube or by zoospore to give a diploid generation. تمام. ده هو ده البير شيب وده الكيدني شيب. البير شيب بيحصل له انسيسمنت قبل ما ايه يبقى باي فلاجيليتد وديبلانتك، فاتنين فلاجيلا وواحد تنسل واحد دوبلش، وشرحناهم. سكشوال برودكشن از اوجاموس، يعني اوجاموس فيوجن بتوين فيميل او او سفير اند ميل نيوكلاس اللي هي موجوده في الانسريديم عشان تكون لي في النهايه الريستنج سبور اللي احنا بنسميها الايه الاو او سبور. الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي الانفكشن بتاع السابلولينجنيا على الاسماك. لو حد عندكم عنده مزارع سمك هيلاقي حته زي القطنه احيانا بتبقى طالعه على ظهر السمكه زي اللي انا شايفها اللي قدامي دي. الشكل اللي قدامي ده اكزامبل للاكل، يا شايفين الشكل بتاعها. وده اكزامبل لفطر بنسميه الدكتيوتاس الدكتيوكاس. في ميزه ان الزوسبور بيحصل لها انسيسمنت ويزن ذا سبورانجيوم، داخل الزوسبورانجيوم اهي ما بتطلعش زوسبور كده، لا بيحصل لها انسيسمنت جوه زي ما انتم شايفين كده، تتحوصل داخل الايه داخل الاسبورانجيوم او الزوسبور. الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي الانفكشن بتاع السابلولينجنيا على الاسماك. لو حد عندكم عنده مزارع سمك هيلاقي حته زي القطنه احيانا بتبقى طالعه على ظهر السمكه زي اللي انا شايفها اللي قدامي دي. الشكل اللي قدامي ده اللي انا بعمل عليه هايلايت ده اهو، هذا هو ده مايسيليوم بتاع السابلولينجنيا. عند مزارع الاسماك هتلاقوهم عارفينه كويس قوي، واخدين بالكم؟ لو انا خدت منه ده، لو انا خدت منه حته وحطيتها تحت الميكروسكوب بلاقي يظهر لي الاشكال دي. اوجونيوم اهي، دي لسه ما حصلش فيها اي ديفرنشيشن، دي حصل فيها ديفرنشيشن وابتدت كونت الاوسفير اهي البويضات. تمام. يعني الانواع اللايف سايكل بتاعت السابلونينيا ايذر السيكشوال اور بتنقسم الى جزئين، سوري، السيكشوال اند ايه السيكشوال. السيكشوال سايكل ان الهيفال تيب سويل بيكام كلاب شيب راوند ات ذا تيب اند اكيوميليت دنسر سيتوبلازميك وذ ميني نيوكليار اراوند فاكيولز، وبعدين تكون كونفكس سيستم سيبتم ات ذا بيز اوف ذا زوسبورانجيوم. بعد كده لو انا بصيت في الصوره عشان تبقى الامور واضحه الاقي ايه، ادي اهو ادي خيط اهو،
وبتطلع اتملى بالايه؟ بالسيتوبلازما اهوت، واتملى بالايه؟ بالنيوكليا. بعد كده اتكون ايه؟ كونفكس سيبتم، عشان يفصل الجزء ده عن بقية الخيط بتاع الايه؟ بتاع الفطر. خلاص؟ يحصل كليفج للسيتوبلازم، كل نيوكلاس من دول تحيط نفسها بجزء من السيتوبلازم زي ما انا شايف كده، زي ما السهم ما بيشير. ها؟ كل نيوكلاس هي جوه وحاطط نفسها بالسيتوبلازم، جزء السيتوبلازم، وبتدي تكون الفلاجيلا عشان تكون لي الزوسبور. زي ما شفنا كده، لو انا رجعت للشكل بي اللي هو قدامنا ده، الاقي ان كل الزوسبورانجم بيبقى ملان بالجراثيم ما عدا الايه؟ الحته اللي فوق. تفضل خاليه تماما. تمام؟ طيب، وان السبتم بيكون في وضع كونفكس، اما بتكتر الجراثيم يبتدي ينعكس وضع السبتم من الكونفكس اللي في شكل سي الى الكونكيف اللي في شكل ايه؟ دي. طيب الانعكاس ده بيعمل ايه؟ هيعمل بريشر على الجراثيم، فتقوم تضغط على الحته اللي فوق او التب اللي فوق خالص اللي هي دي اهو. لما حصل انعكاس كده وحصل الجراثيم اهيت او الزوسبورز اتضغطت، فضغطت على الحته اللي فوق اللي هي التب بتاعت اللي هي الزوسبورانجيوم، فاتفتحت الزوسبورانجيوم وانطلقت الجراثيم الى الايه؟ الى الخارج. دي اللي هي البرايمري زوسبورز اللي هي بير شيب. بيحصل في الزوسبوران في السابرولينجنيا ظاهرة بنسميها الزوسبورانجيال ديفرنشيشن. يعني ايه زوسبورانجيال بروليفريشن؟ سوري، ان ببص زي ما في شكل اف كده، at the base of the empty زوسبورانجيوم بتبتدي تكون زو اسبورانجيوم جديده اللي انا شايفها دي، فده بيسموه التوالد الحافظي او الزوسبورانجيال برو ديفريشن. تمام يا شطار؟ وتتكرر هذه الايه؟ هذه العمليه. عند الجراثيم هنا اللي طالعه برايمري زوسبورز شايفينها اهيت، تمام، وبير شيب اللي هي في الشكل جي اللي تحت ده. بصوا في الشكل جي اهي بير شيب، طبعا بتسبح وتلهو وتلعب از يو دو. تمام؟ وبعدين تبتدي تحوصل. تحوصل هنا زي ما انتم شايفين بتعمل ايه؟ وذرو الاثنين فلاجيلا بتوعها، تسحبهم جواها. تمام؟ وبعدين بقى تبتدي ايه؟ يحصل لها عمليه ايه؟ جيرمينيشن، وتبتدي تكون لي في شكل جي زوسبور جديده. الزوسبور الجديده بيبقى شكلها ايه؟ كيدني شيب. وستو فلاجيلا، تو فلاجيلا بيخرجوا منين؟ لاترالي اوت، لاترالي زي ما انتم شايفين كده. يبقى هنا عندي تو تايب اوف زو سبورز اللي يبقى هنا داي مورفيك بير شيب كيدني شيب. تمام؟ تو تايب اوف موتيليتي اهي، اتحركت وبعدين انسيستد وبعدين دي هتقعد تتحرك. تمام؟ وتمشي برضه نفس الكلام، وبعدين هتبتدي يحصل لها ايه؟ انسيسمنت في الشكل او. بس هنا ما بيحصل لها انسيسمنت، بتبتدي تعمل ايه بقى؟ خلاص ما عادش عايزه الفلاجيلا، بتعمل كاست اوف للفلاجيلا، يعني بترميه اهو في الشكل ايه؟ شايفين فلاجيلا لوحده مرمي على الايه؟ على الارض اهو. تمام؟ وبعدين يحصل بقى الانسيسمنت، وبعدين الانسيسمنت ده اللي هي الجزء ده يبتدي يحصل له جيرمينيشن، ويديني جيرم تيوب، ويديني الهايفا او المايسيليا. الهايفا تبقى المايسيليا بعد كده عشان تعيد اللايف سايكل مره ايه؟ مره اخرى. وهذا هو الاسكشوال ايه؟ روبرودكشن. اللايف سايكل بتاعه السابلونينيا ايذر اسكشوال اور بتنقسم الى جزئين، سوري، اسكشوال اند ايه؟ اسكشوال. اسكشوال سايكل ان الهايفال تيب سويل بيكام كلاب شيب راوند ات ذا تيب اند اكيوميليت دينس سيتوبلازميك وذ ميني نيوكليار اراوند فاكيولز. وبعدين تكون كونفكس سيستم سيبتم ات ذا بيز اوف ذا زوسبورانجيوم. بعد كده لو انا بصيت في الصوره
طبعا الستيجز او خطوات بقى السكشوال برودكشن بتكون عندي اول حاجه فورميشن اوف مالتي نيوكليت اوجينيال انيشال اللارجت اند نيوكليار ديفيجن اوكير. يبقى عندي اوجينيال انيشال، هذا الاوجينيال انيشال بيبقى ملان بالانويه والسيتوبلازم، غالب معظم الانويه بيحصل لها ديجنريشن وبسيب بعضها الاخر عشان يتحولوا لايج او اوسفير. بيتكون الانسريديال برانشز اولسو وبيتحرك كيموتروبيكالي، يعني كيموتروبيكالي يعني في مواد كيماويه تفرزها الاوجينيال انيشال عشان الانسريديال انيشال يتجه اليها، تمام. اند ابلايزم سيلفز تو ذا اوجينيال وول اند سند فيرتلايزيشن تيوب تو بنتريز ذا اوجينيال within the oogonium fertilization tube ممكن يحصل لها branching and may contain several nuclei. البرانشنج ده كل نواة هتروح، لما يحصل several branching داخل الاوجونيوم كل نواة هت ايه كل برانش هيخش في بيضة وحط لها نواة فيلقحهم كلهم. زي penetrate the oosphere زي ما قلنا wall and male nucleus eventually fuses with the single egg nucleus اللي هي النواة اللي داخل الاوسفير. بعد ما يحصل فيرتلايزيشن صح بيحصل زي ما احنا قلنا بلازموجامي، وبعدين الانواع تتحد مع بعضها داخل الاوسفير وتتكون اللي هي الزيجوت. الزيجوت بيحط نفسه بجدار سميك وبيتحول الى الاوسبور اللي هي ده اللي هي بكام سيكند اند كونتين اوفيوس اويل جلوبين. الاوسبور needs a period of maturation زي السيدز بتاعت النبات. ما ينفعش بعد ما تعمل على طول بعد بذور ما تتكون تروح تزرع، لا لازم تاخد فتره تخزين عشان الجنين ايه يتكون. هنا برضو الاوسبورز need a period of maturation ممكن تاخد week or months before germination. عشان كده السكشوال ريبرودكشن اسرع من السكشوال ريبرودكشن. ممكن تنبت بعد كده عن طريق formation of germ tube which grow out of the oospore through oogonial wall and may continue growth as mycelium and to complete the life cycle. العملية بتاعت ال sexual reproduction تكوين الانسريديم والاوجونيوم دي بتتحكم فيها ال sexual hormones اللي احنا بنسميها الفيرمونز، تمام، بنسميها 6 فيرمونز secreted by heterocellic and also in homocellic species. عند الفيرمون ايه مثلا secreted by the vegetative female عشان يشجع to initiate the development of the enseridial initia، تمام، او الانسريديال برانش. This correlated with a production of cellulase to allow softening of the wall of the male hyphae to allow lateral branches to develop. عندي برضو فرمون B، يعني قلنا الـ A بتفرزه الأنثى أو الفيميل، هنا الفرمون B بتفرزه الـ A الميل اللي هي الأنثريديال برانش and resulting in the formation of oogonial initial on the female thallus. الأنثى أو الميل أو الفيميل سوري تبتدي تفرز فرمون C تاني. طب الفرمون سين ده C بيعمل ايه؟ بيعمل stimulation to the enseridial initial to grow towards the oogonial initial and resulted in an enseridial being delimited. بقى في ايه؟ تحديد للانسريديال. الفيرمون دي يبقى الدور على مين؟ على الانسريديال initial. هيعمل ايه؟ هيفرز هذا الفيرمون دي during contact with the oogonial initial عشان يحصل ايه resulted in the oogonium being delimited from its stock by a cysp. delimited يعني ايه يا شطار؟ يعني هي انسريديم بتبقى لسه متصله مع الخيط الاصلي بتاعها، فكلمه delimit يعني تكون سبتم يفصلها عن الخيط الاصلي بتاعها وتنفصل النوكليوي بتاعتها زي ما تكون هنا في الاوجونيا نفس الكلام سبتم عشان يفصلها عن الايه عن الخيط بتاعها وتبتدي بقى تتحد النواه المذكره مع النواه المؤنثه وتبتدي تكون ايه الاوسبور اللي احنا شرحناه. الجدول ده بيوضح العمليه دي كلها.
فانتوا بصوا عليه وراجعوه نفس الكلام اللي احنا قلناه، حاولوا تلخصوه بهذه الطرق عشان ممكن لو احنا جبنا كومباريزون او مقارنه تقدروا ان انتوا تقارنوا بين الرولز وفرمون ان هو ميكوتا بسهوله. تمام، وده اللايف سايكل كلها بالخطوات اللي احنا قلناها. عايزكم الكلام اللي احنا قلناه تراجعوه معاها، هتلاقوه بالظبط زي ما احنا مش ادى السكشوال برودكشن اللي فوق، وادى السكشوال برودكشن، ادى الاوجونيال، ادى الانسريديال انيشال اهو، ادى الاوجونيال انيشال، وبعدين اتكونت انسريديم، وهنا اتكونت انسريديم، ويبتدي يلقح البويضات اهوت قدامكم. فيرتلايزيشن تيوب دخلت جوه اهي من الانسريديم، وحطت المين نيوكلاس جوه مع الفيميل نيوكلاس، وهنا اثنين اللي ما خدتش حاجه تلاقيها واحده الوحيده اهي اهي، انما اللي حصل فيها ان الانسريديم ادتني فيرتلايزيشن تيوب اتلقحت خدت اثنين اهي وهي. تمام، طبعا ده بنسميه بلازموجامي. اول ما يتحدوا النواتين مع بعض بنخش في مرحله الاثنين ان اللي احنا بنسميها ايه الديبلو فيز، او تتكون الاوسبور. وعشان الاوسبور تتكمل لايف سايكل زي ما قلنا يحصل، لازم يحصل انقسام ميوزيس. يعني قلنا عندنا 3 ستيجز انتوا عارفينهم كويس قوي من السكشوال ايه ريبرودكشن، بلازموجامي، وبعدين ايه كاريوجامي، وبعدين ايه الخطوه الثالثه اللي هي الميوزيس. تمام، ويحصل بقى جيرمينيشن، تكون لي جيرم سبورانجيوم، والجيرم سبورانجيوم بتديني زوسبور باي فلاجيليتد اللي بيحصل له انسيسمنت، وبعدين ينبت ويديني هايفا، وتعود اللايف سايكل مره ايه مره اخرى.